بشكل مفاجئ شخصية جزائرية بارزة تزور المغرب غير متوقع. مرحبا، معكم بالبيس باسل شرك. ان شاء الله تكون بخير يا جماعه وصحه وسلام. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعه. بهذا الفيديو رح نشوف شخصيه جزائريه بارزه تزور المغرب غير متوقع، وايضا عنا موضوع هام قضاء هولندا يدين المعتدين على رموز المغرب. قبل ما نبلش الفيديو لا تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس لتضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعه، خلي الفيديو انتشر. خلينا نبلش. قبل ما نبتدي الفيديو شوفوا هاي الصورة يا جماعة. شو قصة؟ تصريحات خرجت الآن منذ ساعات معدودة لرئيس المخابرات الإسباني السابق يقول المغرب أنقذ عددا من الأرواح في أوروبا وإسبانيا. أكد السفير الإسباني الأسبق لدى المغرب والمدير الأول لمركز المخابرات الوطني الإسباني بين عامي 2001 و2004 خورخي ديزكارلا على أهمية الحفاظ على علاقات قوية مع المغرب. وأوضح المدير السابق للمخابرات الإسبانية أن الرباط ومدريد لديهما نفس العدو وهو الإرهاب الذي كان على الاتحاد التغلب عليه بناء على استراتيجيات قوية ودقيقة، مشيرا إلى أنه ما يوحد الرباط ومدريد أكبر بكثير مما يفرق بينهما. واعتبر أن علاقات بلاده بالرباط كانت أفضل، انعكست بشكل أفضل في حجم التعاملات، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية شهدت توترات عميقة وغير سهلة، بما في ذلك ملفات حساسة يصعب الاتفاق عليها من قبل الطرفين مثل ملف سبتة ومليليا المحتلتين. وشدد المتحدث في حديثه اليوم منذ ساعات معدودة على الدور القوي والبارز لأجهزة الأمن والاستخبارات المغربية في مكافحة الإرهاب في إسبانيا وأوروبا، مضيفا أن المملكة المغربية أنقذت أرواح العديد من الأرواح في أوروبا من خلال تقديم معلومات حساسة ودقيقة جنبت شركاء أوروبيين حمام دم. واعترف المسؤول الإسباني بأن المغرب قدم دائما مساعدة استخباراتية قوية للمخابرات الإسبانية، وأن الاتصال بين المخابرات المغربية والإسبانية مستمر، وأنه من الخطأ أن تكون هناك خلافات عميقة بين حكومتي البلدين الجارين الذين تربطهما علاقات قوية. ما نراه الآن رئيس المخابرات الإسباني السابق يعترف بدور المغرب الهام ويعترف بقوة المخابرات المغربية. عندما نقول المخابرات المغربية نحن نتحدث عن جهاز استخباراتي متفوق عالميا. اكتبوا لنا بالتعليقات شاركم بهذا الشيء، وهل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب هو لا. مفاجأة، دولة مغاربية تستعد للتطبيع مع إسرائيل. أكدت إسرائيل اليوم منذ ساعات معدودة على لسان وزير التعاون الإقليمي في مقابلة مع الموقع الإماراتي إرم نيوز أن أربع دول إسلامية بينها دولة من المغرب العربي تستعد رسميا للتطبيع مع إسرائيل. وقال المسؤول الإسرائيلي إن تونس وسلطنة عمان وقطر وماليزيا ستنضم إلى اتفاقيات السلام، مشيرا إلى أن لإسرائيل علاقات مباشرة وغير مباشرة مع جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وحتى مع الدول المعادية حسب قوله. وقال أيضا أنا أتطلع إلى المدى البعيد الذي تكون فيه كل دول الشرق الأوسط جزءا من تحالف إقليمي وشرق أوسط جديد. وأضاف متى سيحدث ذلك؟
هناك ديناميكية وزخم لتوسيع هذه العلاقات. كل عام ومن الممكن كل عدة أشهر ستكون هناك دولة ترغب في الانضمام إلى هذا الاتحاد، مثل الإمارات وسلطنة عمان وتونس وقطر وماليزيا، متسائلا لما الإمارات نعم وسلطنة عمان لا. ما نراه الآن بأن إسرائيل تعلن عن 4 دول جديدة سوف تقوم بتطبيع العلاقات معها، ومن بينها دولة مغاربية. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء، وهل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب هو لا. قضاء هولندا يدين المعتدين على رموز المغرب ويلتمس عودة السير العادي لقنصليته. كشف مصدر دبلوماسي أنه في أعقاب الهجوم الذي قام به مجموعة من الأفراد الذين اقتحموا القنصليتين العامتين للمملكة المغربية في شهري يناير ومارس 2021 بمدينتي أوترخيت ودنبوش الهولنديتين، وذلك في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا ذات الصلة بحرمة البعثات الدبلوماسية. وأضاف ذات المصدر أن القضاء الهولندي قال كلمته في الواقعتين اليوم منذ الساعات معدودة، حيث أخذت المملكة المغربية علما بالحكم المذكور. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه القضية بين مكتب المدعي العام الهولندي والشخصين المعتدين، أدان القاضي المكلف المعتدين بالمنسوب إليهما من أعمال غير قانونية التي استهدفت رموز الأمة المغربية بالقنصليتين المغربيتين. كما أصدر القاضي حكما بسجن 7 أيام، مع أعطاه أوامر قضائية للشخصين المهاجمين بعدم الاقتراب من القنصليتين العامتين لمدة 2، واصفا سلوكهما بأنه غير مقبول. وأكد القاضي على أن عمل القنصليتين العامتين المغربيتين يجب أن يعود إلى سيره الطبيعي من أجل الاستجابة لطلبات الجالية المغربية المقيمة بهولندا. وجدير بالذكر أن هذا الحكم يبقى مبدئي وليس نهائي، مع احتمال تشديد العقوبة الصادرة في حق المدانين خلال المرحلة الابتدائية. ما نراه الآن بأن القضاء الإسباني يعلن عن مقاداة المعتدين على رموز المغرب. ها هو القضاء يأخذ مجراه. نعم، كل من يتطاول على المملكة المغربية وعلى رموز المغرب يجب معاقبته أشد العقاب. هل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب هو لا. بشكل مفاجئ، شخصية جزائرية بارزة تزور المغرب، غير متوقع. مفاجأة، زين الدين زيدان يعلن عن قدومه إلى المغرب وخاصة إلى مراكش. أعلن زين الدين زيدان عن مفاجأة كبيرة بأنه سوف يأتي هو وأسرته كاملة ليقضي عطلته بالمغرب. وجدير بالذكر بأن زين الدين زيدان الذي هو من أصول جزائرية دائما يتغنى بجمال المملكة المغربية، ودائما منبهر بالثقافة المغربية. ومن بين أشهر الأكلات التي يعشقها زين الدين زيدان هي أكلة الكسكس المغربي. نقولها لزين الدين زيدان: أهلا وسهلا بالمملكة المغربية، مملكة الأمن والأمان، مملكة السلم والسلام، مملكة الكرم والمحبة والتسامح. نعم، إنها المملكة المغربية، من يأتي إليها مرة يعود إليها 1000 مرة، كيف لا، وتعامل الشعب المغربي والضيافة والكرم. نقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب. يا سادة، ويكسرنا الأخبي كل الحب وطن. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك، يحيى الوطن، يحيى الملك، يحيى الوطن.